الربع اسعد الله مساكم. انا اكتشفت اكتشاف ان خوي اذا ما يسوى الثالث مغرم. انا مهمته 7 سنين المهمته 7 سنين او ما انقطعنا الا الرجال في مشكله. الرجال عاد يرد علي يدعم لي رصفه على موتري. لا خلاني اسوق حق لا اله الا الله اعرف الله من يوم خلقك يا ولد. اقول طبيني حولك حول 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 الله يزعجك. طلعت مزعج مو عشان موترك خلاص اقلقت انا حتى موتر حسر تحسبني ما اخذها من المسح وربح يا رجال خلها خير ان شاء الله خير خير ان شاء الله يعني سق سق عدل سق عدل الشارع لا 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 عودنا لعبنا اروح منه ولا اروح منه اروح منه على العموم يا الربع احنا طالعين من رماح ان شاء الله متوجهين باذن الله للكويت. وعندي خبرين. خبر مبكي وخبر خبر مفرح. عطم مثل اول شيء مسلم بعدك المبكي اول شيء لازم تعكس المبكي ان ابو حمد مو مخولي للكويت. والله انا صراحه ودي ابكي. والمفرح المفرح انك ما انت مخولي للكويت. يعني هي بكل النواحي كذا وكذا ما فرقت عندي ما فرقت؟ ما فرقت عادي. ايش رايك؟ ها انزل في المهمية وهملك عشان تبكي على حق وحقي وانا غير بحول تحول اما طيب ولا اجباري اصبر وليه ما تدري ايش اللي في الدرج؟ ايش اللي في الدرج؟ الدرج طاقي طاقي قطعتك روشي يا عين الوحش غزيل يا ذهب يا فرنكي يا دولار يا اغلى عمله والله اني ودي امسي عندكم واقيل غير لا تدري هالك شنا وعلينا حمله ما جرحني جراح المجمج وابن شبيل غير حب السلهمة لا من تفرق شمل السلام جمال الجنة. بما اني بنزلك عقب شوية ابو جهيم تقييم الرحلة بما انها رحلة قصيرة لكن هل هي تقارن بخوتي قبل 7 سنين او تغير في امانه تدري وش مثلا جاوبني امانه اسمع. ترى جوابك بيكون تحديد مصير لا 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 اصبر اصبر خلنا نحكي ضعت جوابك علي فيه حكمه ما قلت اي بس جاوب صح خوتي الحين هل هي نفس خوتي قبل 7 سنين او تغير شيء او تغير 180 درجه تدري وش اقارنها به؟ اقارنها تذكرة اسمع لا تقطعني وقف اسمع 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 خل التذكرة سرعة 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 والله نحن بنسفر سرعة وقف حاسب حاسب وقف حاسب خلاص خلاص اسلم قوم عين لا سؤال سؤالي واضح جاوبني اوه خليني بكمل هذه تدري وش رحلة الثانية تعادل وش؟ التذكرة على الفيرست كلاس لس انجلس يعني 13 ساعة و13 مساكم الله بالخير وعينا اخويا هلا هلا مدير هلا حبيبي كيف الحال؟ شغل 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 مساكم الله بالخير يلا حيهم مساكم الله بالخير مساكم الله بالخير الله يبيض وجه عطرات الشيخ. انا الوحيد في الاسانسير يعطيني اسانسير لحالي اروح لحالي. شكرا شكرا شكرا
تلفون الحالي بعد الله يقض. لا وعد فوطة الحالي. مساكم الله بخير. الله حيهم. يا حال وغضا. ثابت والله. طالعين نتغدى. نعود ناخذ الشناط ان شاء الله. عندنا رحلة اليوم. خلوكم قريب. رحلة. وسهرة. تعجبكم ان شاء الله. الله يبيض وجه طياب الشيخ على هذه الرحلة المرتبينها لنا. خلوكم قريب وتابعونا أول بأول. بسم الله. مساكم الله بالخير ويلا حيهم. يا هلا وغلا. ارحبوا فيصل. هلا وغلا. يا هلا وغلا. توجه المطار ابي الشيخ البيت اول شيء نبدل نفس المطار. نعم. بعدين نوجه وين؟ المطار ان شاء الله. عندنا سفره. سفره كم تستغرق؟ ما ندري. سفره وين؟ عائله طيب الشيخ ناسي. وين ما ندري. متى بنعود؟ الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. احنا مع طيب الشيخ شايقين اجل وين على وين ما يودونا رايحين. معاك وين ما ذعذع الهواء. في خطا ولا في قدر؟ وفالة الفية او فالة الفية. حتى الرصيف دعمناه بعد. حتى القصيدة ضربناها. السنابة هذه موجهة الى اطياب الشيخ. اذا تأخرنا او اذا طافتنا الرحلة انا غير مسؤول. انا جاهز شوفوني. وين حنا؟ حنا عند بيت منصور. وين منصور؟ دخل بيسبح او بيبدل. فاذا تأخرنا انا غير مسؤول. منصور اتحداني ارجعك 4 سنين ورا. شلون؟ بيت واحد قوله. انا من كثر ما خاف المفارق اللي يوم ارفي اضمه كل مرة كني اخر مرة اضمه. يا سلام وقتها في النارية. شوف المطار. هذا المطار. هذا مطار طياب الشيخ الخاص اللي راح يتم الإقلاع منه بعد شوي بإذن الواحد الأحد. الشنطة موجودة. لا لا الشنطة قدامك. مجهزين الشنط. تخيلوا شو قالوا. قلنا الشنط. قالوا لا تجون الشنط. شنطكم علينا وكل شيء جاهز من إلى. أشوفهم راسليني قبل كم يوم ماخذين المقاسات. إيه يطلع عليك مرتبي لك كل شيء. على العموم مساكم الله بالخير. يا هلا وغلا. والله لا من ابرك الايفنتات اللي خلتني اواجهك. اي والله يا مرحبا ومسهلا. مرحبا. بسم الله توجهني الى الطياره ان شاء الله ما تطوف. السلام عليكم. كيف الحال؟ مساك طيب. ان شاء الله ما طاحت الطياره ان شاء الله. السلام عليكم.
حياكم الله في مطار أطياب الشيخ. ما شاء الله تبارك الله يا مطار. حبيبي يا مرحبا حياك الله فوق راسك. امشي انا قدامك زي ما انت هذا كذا ما شاء الله. هذا مطار أطياب الشيخ. مطار أطياب الشيخ هذا مطار يا ولد. سقفهم سقفهم يا ولد ما ينجح. ما قلت لك المطار هذا رحله كم؟ شغل الطياره هذا حقنا. تفضل تفضل تفضل. هذه الشناط اللي معطيني اياها الله يبيض وجهك مليانه اطقم كل شيء. وين بوابه؟ بوابه وين؟ ها؟ وين؟ سرع 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 سرع. السلام عليكم. تفضل لو سمحت. بوردينج اكسكيوز مي كان اي هاف بوردينج أطياب الشيخ. تتمنى لك. شكرا لك الله يسعدك يا رب. شكرا. يا حبيبي الله يسلمك. والله اسم على مسمى. كل ايفنتاتك كل طريقات الاعلان صعب. هذا يدوركم الطاقه حبيبي الله يسلمك. الحين ماشي بسم الله خليها تثني. السلام عليكم. بس ثانيه معلش. شكرا. الله يرحم والديك. السلام عليكم. الله طيب. وين لندن؟ في فوق. اباركم قدامك. رايحين لندن ان شاء الله. لا لا ما ادري بس. الله. مع السلامة. وصلت الرحلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تم الوصول للوجهة. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ رحلتنا هذه اللي تشوفونها اليوم كله عشان الباكج هذا اللي فيه عطر وفي الشيء الثاني اللي هو مرش. طيب انا اذا جيت بشتري العطر ودي ادري وش مكونات العطر هذا. لمن جرين وخوخ وبندق وفانيليا وعنبر وخشب الصنع. وهذا نفس الشيء نفس المكونات بس هذا للشعر والجسم. تروفل العطر الجديد اللي سافرنا وصلنا هنا علشان هذا معمول خصيصا لصيف 2024. الله يوفقكم ان شاء الله. يعلم الله ان العطر ما في حيله وانتم تدرون عن أطياب الشيخ تدرون عن الشيء اللي قدمه. مساكم الله بالخير ويلا حيهم. العطر الموجود في السعوديه ايضا في الرياض حي الملقى. ترى الباكج جاي تشوفون عليه عرض عرض قوي. انزل لكم العرض والله يوفقكم ان شاء الله توفيق طيب ولا يطول. ولا تعبتوا الحمد لله السلام. تم الوصول الى الكويت بعد رحله استغرقت كم ساعتين. راتب الرياح ذي ليه قد بيجونا برا يسرقون. والله هذه يا مرحبا مدن ما تبك للتسويق على العموم يعني بالعربي يعني صاير ما شاء الله حلو. ايش رايك؟ الله يرحمك خلود. هلا كيف الحال؟ انا حبيبي مسعود. عادك تحب تاكل وارد؟ ليش سجلت نادي وسجلت مطعم يعني اصبر عطني شهر. هلا 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 كيف الحال؟ السلام عليكم صبحكم الله بالخير يلا حيكم.
هرا وين رايحين مالتك؟ رايحين يا ابوك رياض معاد اوبا بدري تو كم الساعة؟ نوم نوم لا لا مرة في بادل 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 بس ما في بادل الساعة 4 الفجر مو 4 الساعة هي 4 بدري الساعة 2 بدري تقول لي ولا ايش رايك ها؟ 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 ها؟